بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. النهاردة إن شاء الله في الفيديو دوت هنشوف الجزء الثاني يعتبر من الدرس اللي هو بعنوان إيجاد القيمة التقريبية للعدد النسبي. طبعا الجزء ده بعنوان إن احنا هنمثل العدد النسبي على خط الإعداد. احنا عرفنا نعرف نجيب العدد النسبي محصور بين أي عددين، نعرف نجيب النسبة التقريبية، لكن تمثيل العدد غير النسبي ده اللي إن شاء الله هنعرفه في الدرس النهاردة. بس عاوزين نعرف حاجة ونفتكر حاجة قبل ما نقرأ الكلام اللي موجود دوت ونشرحه. عاوزين نفتكر نظرية فيثاغورس اللي احنا خدناها في أولى إعدادي. نظرية فيثاغورس اللي هي سهلة جدا، في المثلث قائم الزاوية بيكون مربع طول الوتر مساويا لمجموع مربعي طولي ضلعين الآخرين. في نظرية فيثاغورس اللي هي س، عندنا مثلث س ص ع، بيقول لي مربع س ع دوت، نعملها بلون تاني. بيقول مربع س ع ده بيساوي مجموع مربعين الاثنين دول س ص وايه وس وص ع، يعني في المثلث اللي هو دوت قائم الزاوية لازم طبعا يكون قائم الزاوية علشان نطبق نظرية فيثاغورس. فبيقول لي ان س ع، بيقول لي ان س ع مربعها او بين قوسين مربعها بيساوي س ص مربع زائد، اكتبها تحت بقى، ص ع مربع، مربع ده بيساوي مجموع مربعي الاثنين ايه الاثنين دول. دي نظرية فيثاغورس ولازم نعرفها علشان هتساعدنا في تمثيل العدد على خط الأعداد. عندنا مثال بيقول لنا ايه، بيقول لنا ألف ب ج ده مثلث فيه زاوية ألف، ألف ب ج مثلث فيه زاوية قياس زاوية ألف بتساوي 90 درجة. أدام قال لي 90 درجة يبقى المثلث ده قائم في زاوية ألف، وألف ب وألف ج، ألف ب يساوي ألف ج يساوي 1 سنتي. اوجد طول ب ج، عاوز يوجد طول ب ج. طب هنرسم عشان ايه نعرف ايه نحل المسألة. هو بيقول لي قائم في الزاوية ألف، يبقى هنرسم مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية في ألف، ألف ب ج. بيقول إن ألف ب وألف ج، ألف ب وألف ج دول كل واحد فيهم بيساوي 1 سنتي. عاوز يوجد ب ج. طبعا أقول له إيه، بما أن طبعا من نظرية فيثاغورس إن المثلث قائم الزاوية في ألف، يبقى إذا إيه، يبقى ب ج ده الوتر المقابل للزاوية القائمة، ب ج ده اللي هو مقابل للزاوية القائمة بيساوي ده الكبير، ده بنقول عليه الوتر اللي هو بيساوي مجموع ضلعي الزاوية القائمة، ألف ب زائد ألف ج الكل تربيع، يعني بيساوي 1 تربيع زائد 1 تربيع بتساوي 2. يبقى إذا ب ج بتساوي بتساوي إيه، بتساوي 2، ب ج تربيع قصدي. يبقى إذا إيه، ب ج بيساوي جذر 2 سنتيمتر مربع. طبعا ما قلناش لما موجب او سالب علشان دي اطوال، فما بنحطش السالب في الاطوال. طبعا وزاوية وجذر 2 بينتمي للاعداد الغير نسبية او نون داش او نون شرطة. طيب احنا بقى دلوقتي بعد كل ده احنا خدنا كده فكرة عن نظرية فيثاغورس عشان هنحتاجها في الدرس اللي عندنا النهاردة. بيقول لي تمثيل العدد غير النسبي على خط الأعداد. تمثيل العدد غير النسبي
على خط الأعداد. هنرسم قطعة مستقيمة طولها جذر ب وحدة طول، حيث ب أكبر من الواحد. هنوضح بمثال عددي وهنمثل جذر 3 على خط الأعداد. طب هو مديني بس قانون علشان أنا هستخدمه. طيب احنا في الأول كده هنبتدي الرسمة بإيه؟ بنقطة واو، سواء هنا أو هنا في المثال أو اللي هي في تمثيل ب جذر ب. احنا في هنرسم، هنضطر ان احنا نرسم مثلث، والمثلث ده هيبقى قائم الزاوية علشان هنستخدم فيثاغورس في الكلام عندنا. فاحنا هنبتدي ناخد طول الضلع المثلث اللي احنا هنرسمه اللي هو واو صاد، ده نقطة الاصل، هنرسمه على عمودي على نقطة الاصل. والضلع دوت بنجيبه بالقانون اللي هو اللي هي البه اللي هو يرمز للعدد اللي تحت الجذر ايا كان هو. طول الضلع دوت هيبقى به ناقص واحد على الاتنين. والضلع التاني اللي هو الوتر، اللي هو ده الوتر اللي هو هيبقى به زائد واحد على الاتنين، ده طول الوتر. فهنضطر في المسألة هنجيب ايه؟ هنجيب ال ايه فواو سين ده هيكون طولها ايه؟ طولها جذر ب. بالمثال هنوضح الكلام. احنا دلوقتي هنرسم المثلث بردك واو صاد سين او سين واو صاد، هو قائم الزاوية في واو، وعندنا واو صاد هنجيبه هنقول 3 ناقص 1 من القانون اللي هو ال 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 الضلع العمودي على نقطة الأصل. فتلاتة ناقص اتنين على الاتنين يدينا واحد، فده طوله واحد. ونرسمه بالمسطرة، يستحسن ندرج المسطرة ونرسمه عشان تطلع الايه الرسمة صحيحة يعني. اما طول الوتر احنا هنجيبه ازاي؟ طول الوتر احنا هنجيبه بالقانون بردك، هنقول ايه؟ 3 زائد 1 على الاتنين هيدينا في الاخر 2. 2 دوت هنيجي بالبرجل على المسطرة، نبتدي من الصفر يعني المسطرة عندنا هنا. المسطرة هنا، ثواني كده، المسطرة هنا بادية من الصفر، 1 2 3 4. هنمسك البرجل من الصفر ونفتح فتحة عد 4 سنتي، وناخد الكلام دوت ونطلع بيه للنقطة بتاعت صاد زي ما هو راسم. نحط الايه؟ نحط السن بتاع البرجل اللي هو بيبقى ثابت، ونعلم على الخط اللي هو السين دوت، يقوم هيقطع الخط ده في نقطة، وبالتالي الخط ده هيعبر عن طول سين واو او طول اللي هي جذر 3، هيعبر عن طول سين واو او طول جذر 3 اللي احنا اصلا عاوزينها واللي احنا هنمثلها ومثلناها كده يعتبر على خط الاعداد. طريقة سهلة جدا جدا جدا. الاول هنجيب طول الضلع العمودي على محور السينات، وبعد كده بعد ما نجيب الطول هنجيب طول الوتر طبعا من القانون، وبعد ما نجيب طول الوتر نروح على المسطرة ونقيسه، وبعد كده نثبت في النقطة اللي زي الصاد دي اللي هي اخر اللي هي فوق الطول العمودي، وبنرسمها بحيث تقطع زي ما احنا شايفين كده السينات في نقطة، وبالتالي الواو والنقطة اللي قطعت فيها دي بتمثل الجذر 3 تقريبا، بتمثل الجذر ده زي ما في الرسمة بالظبط. شوف البرجل احنا فتحناه فين؟ فتحناه من صاد هنا لحد ما قطع محور السينات في نقطة، وبالتالي الواو سين دي بتعبر عن جذر ب، بتعبر عن جذر ب. يعني مثلا مثال تاني، علشان مثلا نمثل قطعة مستقيمة طولها جذر 7 وحدة طول على خط الأعداد. أول حاجة إيه؟ أول حاجة بنرسم محور السينات ومحور الصادات
وبندرجه. وبعد كده نروح واقفين عند نقطة الأصل. بعد ما نقف عند نقطة الأصل نجيب طول الضلع اللي هو عمودي على نقطة الأصل أو على خط الأعداد عامة. بنجيبه ازاي؟ بنجيب الرقم اللي تحت الجذر ناقص واحد على الاتنين، ادي طول الضلع اللي هو فوق هنا ده. فنروح مدرجينه ورسمينه ومحددين نقطة صاد. طب وبعدين؟ بعدين نجيب طول الوتر. طول الوتر بنجيبه القانون برضك، 7 + 1 / 2 = 4. يبقى انا عندي وحدة طول 4. اروح احدد بالبرجل على خط الاعداد، ادي من اول صفر، 1 2، 1 2 3 4. اروح واقفة بالبرجل من الصفر لحد الاربعة، لحد فتحة الاربعة كده. انا فتحت البرجل من الصفر لاربعة. بعد كده خدت البرجل مقياسه، ومن غير ما احاول اصغر البرجل ولا حاجة، ولا يتلمس في اي حاجة، ولا يتخبط في اي حاجة، بحيث ان الطول يبقى ثابت. اروح مركزة بقى على نقطة صاد بالبرجل، بسن البرجل، واروح قطعين محور السينات في النقطة. النقطة دي بتمثل من واو للنقطة دي بتمثل طول جذر 7 اللي هو تقريبا 2.6 زي ما هو في الرسم موضح لي. يكون طول الضلع القائمة الاخر اللي هو واو سين هنا هيساوي جذر 7. وبصفة عامة كل عدد غير نسبي تمثله نقطة وحيدة على خط الاعداد. كل عدد غير نسبي اللي هو جذر 7 بتمثله نقطة وحيدة على خط الأعداد. وبكده هنبتدي نحل مثال، وبعد كده ناخد سؤال نحله مع بعض، وبعد كده نبقى ننتهي بقى بالجزء الأخير اللي هو حل المعادلات في نون شرطة. هنكمل الجزء لمثال. عاوز يرسم جذر 5، وبعد كده هنستخدمها في تعيين النقط ناقص جذر 5 و1 زائد جذر 5 و3 جذر 5. نبقى ان شاء الله نعمل ابقى اصور الخطوات بالبرجل، يعني ان شاء الله باذن الله. هو عاوز، بس هو بالرسم موضح، يعني هو عاوز يجيب جذر 5. خلاص احنا عندنا كده ان هنقف، قلنا هنقف عند نقطة الاصل اللي هي واو اللي هي صفر، وندرج ونعمل كمان نعمل محور السينات اللي هو ده يعتبر سين، ونعمل محور الصادات دوت، وندرج 1 2 وهكذا 3. بس كمان يستحسن ان هو بالمسطرة عشان يطلع الرسم كويس. وهنا طبعا الزاوية قائمة، هنعمل خط قائم على المحور السينات في نقطة واو. الخطوة التانية هنجيب طول ضلع ده. احنا طول ضلعه بنجيبه ازاي؟ بنقول 5 + 1 / 2 هيدينا 2 وحدة طول. يعني هنعد من اول هنا 1 2، وهي دي تبقى النقطة بتاعة المثلث عندنا اللي احنا هنرسمه. طب احنا عاوزين بقى نجيب طول الوتر. طول الوتر اللي هو ده، اللي هو المنقط ده اللي عندنا ده. طول الوتر احنا قلنا 5 + 1 / 2 يدينا 3. هنفتح البرجل على 3 بالمسطرة، يعني هنا المسطرة هنا 0، هنا طبعا ما فيش 0 1 2 3. الفتحة دي بقى هناخد بس فتحة البرجل، وبعد كده بعد ما نقيسها بالمسطرة نروح محطين سن البرجل هنا، ورسمين قطعين المحور السينات دوت هيقطع قطعين بقى بالبرجل، رسمين كده هيقطع محور السينات في نقطة. بالمنظر ده هنرسم كده قوس هيقطعه في نقطة. النقطة دي نوصلها كده، يبقى هو ده المثلث اللي عندنا. ويبقى النقطة دي
من بين نقطة الأصل وبين النقطة دي بتمثل جذر 5. يبقى احنا كده ايه رسمناه على خط الأعداد. بعد كده هو مش عاوز جذر 5 بس، هو عاوز سالب جذر 5. طب احنا هناخد بالبرجل، نقف بقى عشان نجيب سالب جذر 5، هنقف بالبرجل عند نقطة واو ونرسمها عند وناخد الفتحة لحد النقطة دي اللي هي ايه جذر 5. يعني هنقف بالبرجل هنا عند نقطة واو ونفتح البرجل لحد ما نوصل عند النقطة دي اللي احنا حددناها من شوية، ناخدها ونروح رسمين الى يسار نقطة واو عشان نجيب سالب جذر 5، عشان نجيب سالب جذر 5. يعني احنا جبنا جذر 5 هنا، نروح ماسكين البرجل واخدين مقاس ونرسم ونيجي في نقطة اليسار بنفس الفتحة ونثبتها عند واو ونقطع المحور السينات في نقطة، يبقى احنا جبنا ناقص جذر 5 زي ما هو موضح. قال هنركز بالفرجار في نقطة واو وفتحة تساوي طول واو سين اللي احنا لسه جايبينها اللي هي جذر 5، بتمثل نفس الفتحة. نرسم قوسا يقطع خط الأعداد يساوي النقطة واو في عين اللي هي دي، بس دي هتمثل من سالب جذر 5. وبعد كده عاوز 1 + جذر 5 بردك، هناخد ايه اللي هي بقى ايه بردك بالايه بالفرجار اللي هي 1 اللي هي نفس الفتحة، بس بقى بدل ما نقف عند نقطة واو نقطة الاصل، احنا هنقف عند نقطة ايه نقطة 1 نفس الفتحة. هنركز في النقطة التي تمثل عدد 1، هنقف عند نقطة 1 بس بايه بنفس المقاس بتاع جذر 5 اللي هو واو سين فوق هنا، نروح ايه قاطعين محور السينات في نقطة اللي اسمها كاف، وهي دي بقى بتمثل 1 + جذر 5. طيب لو هو قال لي في البداية ارسم 1 + جذر 5، احنا مش هنبتدي ساعتها بنقطة الواو نقطة الاصل، احنا هنبتدي ساعتها من اول 1. طب لو هو مثلا قال لي 2 + جذر 5 عاوز يمثلها، احنا مش هنقف عند نقطة الاصل في اول المسألة، كنا بنقول هنقف عند نقطة الاصل، لا احنا مش هنقف عند نقطة الاصل، هيبقى واو 1 و2. فاحنا هنقف عند نقطة 1 ونجيب طول الضلع ده، وبعد كده بعد ما نجيب طول الضلع ده نجيب طول الوتر بالقانون، وبعد كده نقف ونروح قاطعين محور السينات في نقطة وبتمثل ده، تبقى دي بتمثل طول 2 + جذر 5. وبعد كده هو عاوز 3 + جذر 5 يعني الضعف. طب دي هنحلها ازاي؟ دي هنقف بنفس الفتحة بردك في النقطة واو على خط الأعداد ونرسم قوسا على يم واو ليقطع خط الأعداد في نقطة ألف، ثم بفتحة اللي هي ايه اللي هي واو سين بردك، بس بقى ايه ثم بنفس الفتحة نركز في ألف وهي 3. يبقى احنا هنقف مرتين، احنا وقفنا عند واو ونرسم قوسا على اليمين واو ليقطع خط الاعداد في واو اللي هي تعتبر واو سين بردك اللي هي جذر 5 اللي احنا جبناها هنا اهو، نفس الفتحة واو ونقف عند واو ونضرب يعني اللي هي نفس دي نفس ونقطع سين في ألف. وبعد كده طب بعد هو قال لي 3 + جذر 5 يعني 3 أضعافها، فهنقف بالتالي عند نقطة ألف تاني بس بنفس الفتحة، هنقطع سين بردك هتدينا به، يبقى ده 2 + جذر 5. فاضل واحدة، هنقف بردك عند نقطة ب ونفس الفتحة نقطع خط السينات بردك تاني أو تالت، فهيدينا ايه 3 + جذر 5 بس كده. وكده يكون خلصنا جزء اللي هو رسم العدد النسبي على خط الأعداد. بعد هنا في المثال الأخير عاوز يمثل ناقص جذر 10 على خط الأعداد، ناقص جذر 11 على خط الأعداد. طب بنفس الكلام، بس احنا بدل ما كنا هنعمل كل الرسومات في اليمين خط نقطة الأصل،
هنعمل يسار ايه نقطة الأصل. يعني الأول هنرسم خط كده، بس طبعا احنا كل شغلنا هيبقى في المنطقة السالبة، فهنرسمه كده. هنرسمه كده، ده هنا واو. طبعا طول ده هنجيبه ازاي؟ من القانون على طول، 11 11 ناقص 1 على 2، 10 على 2 يدينا 5 وحدة طول. وبرضك طول الفرجار هيبقى 11 زائد 1، طول البرجل على 2 هيبقى 12 على 2 يدينا 6. طيب يبقى ده طوله 5، يبقى 1 مثلا، 2، 3، 4، 5. طيب ده طوله كام؟ ده هنقف على المسطرة، 0، 1، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هنقف بالبرجل عند نقطة عند سنه، وبعد كده نفتح البرجل فتحة 6، خدنا المقاس، فبنقف عند برضك ناخد سن البرجل، سن البرجل هنا هو سن البرجل هنا. بعد كده بنفس الفتحة اللي احنا فاتحينها البرجل بالطريقة دي، هنقطع خط السين بس بالسالب في محور السينات اللي هو السالب، فبالتالي هيدينا النقطة دي هتمثل ايه؟ العدد ناقص جذر 11. كده احنا جبنا ناقص جذر 11. هو عاوز يجيب ايه تاني؟ هو عاوز يجيب 3 زائد جذر 11. طب 3 جذر 11 يعني هنا هيبقى هنا بالموجب. هنقف عند هناخد هنقف بقى بالبرجل من هنا، نحط سن البرجل هنا، وناخد المقاس بالبرجل اللي هي المسافة دي، وبعد كده نقف عند 3 زائد جذر 11. هنقف عند 3 بالموجب، يعني هنا نقطة الأصل يمين، 1 2 3. هنقف بسن البرجل هنا ونفتح، وبنفس الفتحة بتاعت جذر ناقص جذر 11 دي، هنروح قاطعين محور السينات بنفس الفتحة، وبالتالي النقطة دي هتمثل 3 زائد جذر 11. 5 ناقص جذر 11، 5 ناقص جذر 11. هنقف هنرسم خط الأعداد هنا، واو، 1 2 3 4 5. هنقف برضك بالسن البرجل هنا في النقطة 5، بس بدل ما نعمل يمين الخمسة هنعمل يسار الخمسة بحاجة بقى تقطع، انا مش رسمها صح، بحاجة تقطع محور السينات بس ناحية اليسار. النقطة دي هتتسمى 5 ناقص جذر 11. طبعا كل ده بنفس مقاس ايه؟ جذر 11، سواء باليمين او باليسار. يعني هنا نفس الفتحة بتاعت دي هنرسم هنرسمها بالنسبة يا اما باليمين هنا التلاتة، سواء جذر 11 موجب او جذر 11 سالب، الاثنين نفس بعض نفس المسافة، وبرضك هنا ناقص جذر 11. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع رسم الاعداد، العدد غير النسبي على خط الاعداد. يتبقى جزء اخير وحل المعادلات في نون شرطة. شكرا، سلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.